السلام عليكم ورحمة الله. راك شفت صدانو هذه راه 2019 يابانية تصنع المحرك تاعها وعلبة سرعة مرسيدس ألمانية. كاين واحد صدانو كذلك شركة مؤخرا ما تيراكس ديماغ وخلقوا واحد صدانو جديدة هي تيراكس صدانو ديماغ 2021 أظن. نوريكم واحد النظره مسرعه ومره اخرى ان شاء الله ندير لكم فيديو. راه عندي بطاقه ذاكره ممتلئه، راه تقريبا نظام التعليق هنا تاعها عادي، ما فيهاش نظام تاع خاش يوش تضانات او تضانو اخرى فيها مثل محرك مرسيدس علبه سرعه مرسيدس، لكن فيها نصف نظام تعليق، نصف ما فيهش نظام تعليق كامل. واش زادوا هنا؟ زادوا لها وزن المضاد، خاطر هذه راه 75 طن، زادوا لها وزن المضاد ونزعوا هذيك تاع الاذرع هنا وديروها ديجيتال تشبه تاع ليبر القديم. هاي وين دوك نوريكم بما نوريكم نظره شامله، ومن بعد ان شاء الله ندير لكم عليها فيديو بالتفصيل. هذه جهه السائق، تجي هنا عندما تشغل المحرك فيها نقاب الحركه ولا بريز موفمون بدون مغير سرعه، تضغط على زر فقط، تاتي هنا تضغط على هذه، بعد تخير مثال العارضه، راك راح تخرج العارضه، ومن بعد عارضه، ومن بعد كذلك هنا تخير العارضه وتخرج مثال هذه العارضه هذه حتى تكمل كامل، ومن بعد ذلك تخرج هذه كذلك حتى تكمل كامل، وبعد ذلك تخير هنا الرجل، تعاود تنزل الرجل الاثنين مع بعض، تروح الجهه المقابله. ما تستطيعش، راك ما تستطيعش تخدم من جهتين كما قبل، تخدم من جهه واحده تذهب من الجهه الاخرى، نفس الشيء فيها واحده مثل هذه كذلك، تخير العارضه ومن بعد تخرج العارضه هذه، بعد تخرج العارضه هذه، ومن بعد تخرج الارجل، تخير الرجل، تخرج الرجلين هنا، قال هذه اربع ارجل مع بعض، هذه اثنين امامين، هذه اثنين خلفيين، هذه جهة مقابلة السائق وهذه جهة السائق. مهم حسب الميزان، راك هنا تشوف الميزان ها وين. بعد ذلك تطفئ هذه، تبقى لك الرجل الأوسط، هذه تاع الرجل الأوسط، بعد ذلك تطفئ هذه، يعني يجب أن تطفئها. قولوا مثال راك درت بال وأردت أن تحمل وزن المضاد، هذه كذلك، هذه راها شوف راك تشوف هذا المسمار، كاين هذا المسمار هذا واحد تنزع له السيكيوريتي، وكاين مسمار من الجهه الاخرى وين يركبوا هنا في هذه. ماذا تفعل؟ نقولوا احنا مثال الرافعه دائره، تاتي هنا نشوف مباشره هذه العلبه، هذه هاي وين تنزل البيستم ولا هذا تاع الهيدروليك، هذوك تنزلهم كامل حتى ينزل هذا وينزل ويصل الى المزل المضاد، ها هو بلاصه المسمار، دخلوا منا وتخرجوا منا ودلوا السيكيوريتي تاعو. كاين واحد من هاد الجهه وكاين واحد من هاد الجهه، ها المسمار الثاني ديرو هنايا ودير له السيكيورتي تاعو. واش فيها هذه زياده؟ فيها زياده انها مش زياده، شيء اخر، معناتها عندما تصعد لوز مضاد يتسجل في الجهاز كمبيوتر اوتوماتيك، ما تضطرش انك تسجله. هو راه الان 5 طن، كاين واحد حساسه وهذا الحساس الان راه ماركي 5 طن، مع هذه يصل المسمار هذا هنا، هذا الحساس يسجل باللي راه صعد وزن مضاد، يسجل لك 9 طن، فهمتوا؟ هذه في الانزال راك نزلت مفارغين ودرت المسامير. هذه الخاصيه راه توجد في الكات كات ليبر دفع رباعي، توجد اكس ايام جي 100 طن فما فوق 100 طن، توجد في الصاني، توجد في ليبر 300 طن، هذو كاملين تجعل لهم ليبر 300 طن ما تجعلهاش المسامير، عندها مسامير كذلك تجعلها مسامير من الخارج، دلها من الخارج، هذو قاعد فيهم وزن مضاد من الخارج. كيما الاكس اي ام جي فيها مثال وزن مضاد، فيه روبير صغير وروبير كبير، لكن كلش من الخارج، لازم واحد يوريك، واحد ما تعرفش. قول لك راح تنزله مباشرة، تنزل هذا البيستم ولا الذراع هذا تاع الهيدروليكي مع الوزن المضاد، نقولوا احنا راك داير في ديك الجهه، وقت اللي ينزلوا كامل تنزع هذا المسمار، هذا تنزع هذا المسمار وتجعله هنا في مكان. واش الحاله؟ لاباس؟ واش راك؟ امالي كاين هذا، شوفوا هذا يلصق هنا وكاين واحد يلصق هذا اللي هنا، هذا يلصق هنا والثاني يلصق هنا، هذا الثاني الطويل هذا، ها
يعني ما كملتكم، سمحوا لي. هذاك الطاولة هذا يلصق هذا الشيء، والصغير هذاك يلصق هنا باش يحمل وزن الموضوع. بعد ما تنزعهم مباشرة تعاود تصعد هذين فارغين، يصعدوا فارغين بعد ما تنزع ذيك المسامير. كاين هذه سمارت شورت، هذه سمارت شورت هذه راها في التضانو، كذلك تجدها في جهاز الكمبيوتر. عندما تخرج العوارض، نقول احنا مثال العارضة مش خارجة كامل، تحسب لك الوزن حق العارضة فقط، فهمت؟ ممكن العارضة مثال مش خارجة نصف، تدلك هي مثال راح فيها 10 طن، وتصل المكان اللي فيه نصف تدلك مثال 5 طن، تنزل لك الوزن. وهذه سمارت شورت خاصة بالعوارض. هذا زيت الهيدروليكي تاعها، وهذا مستوى تاع الزيت الهيدروليكي، فيه مقياسين، مقياس درجة الحرارة وفي نفس الوقت مستوى الزيت. هذا أذرع تحكم يدوية تاع العوارض. هاي العلبة الثانية تاع التحكم تاع العوارض، هذي تشبه تاع ليبر القديم تاع العوارض، ياك. هذا مسمار قلنا خلاص فهمنا، هذا يجي في هذا المكان، وذاك الطويل يجي له في ذاك المكان. لا استغفر الله، هذا يجي في ذاك المكان، وهذا الطويل يجي في هذا المكان. سمت لصق اثنين من هذا، تمسك اثنين من هذه الجهه واثنين من الجهه الاخرى. تمصفي الهواء تاعها، هذه خزانه صغيره، هذه بطاريات، وقاطعه الكهرباء جايه في وسط المفتاح، هي داخل في وسط المفتاح. درك ندير لكم فيديو هنا من الداخل ان شاء الله، نكمل لكم. نعاود نكمل لكم من هذا. عندما تنزع هذا ديروه هنا في هذا المكان، هاو هذا ديروه هنا، وهذاك الطويل ديروه هنا. هذا زيت الهيدروليكي، زيت خاص بلاديركس مقود، ومن تراقب الزيت محرك، هاو تراقب من زيت المحرك، وتضيف الزيت من داك المكان. بالنسبة للناس اللي دير ميكانيك، تضيف انت من الزيت. خلاص شاهدتوا مكان الزيت ومكان مصفي الهواء، مصفي الهواء، وريتكم كل شيء في هذه الرافعة من الخارج. هاي هنا ديك تاع سمارت شورت، راهو هنا واحد سمارت بشبش بش.